الاتحاد الإماراتي لكرة القدم دعمه الكامل لشقيقه الاتحاد السعودي في ملف الترشح لاستضافة كأس العالم 2034، بعد ما أعلنت السعودية نيتها الترشح لاستضافة بطولة كأس العالم 2034. ونشر الاتحاد الإماراتي بيانا يؤكد فيه دعمه الكامل للاتحاد السعودي في ملف الترشح لاستضافة كأس العالم، وإن السعودية تمتلك كل مقومات النجاح لتنظيم المونديال، كما حرص الاتحاد الإماراتي على تهنئة المغرب بعد إعلان فوز أسود الأطلس بالاشتراك مع إسبانيا والبرتغال في شرف تنظيم مونديال 2030. وطبعا لمزيد من التفاصيل نروح معانا مداخلة من الأستاذ أدهم الشرقاوي الناقد الرياضي السعودي. أستاذ أدهم مشرفني ومنورني. اهلا بيك استاذ احمد، واهلا بكل الساده المشاهدين. سعداء بعوده برنامج اخبارنا من جديد للمشهد الرياضي المصري، وان شاء الله عوده قويه لقناه نادي الزمالك في كل المحافل خلال الفتره القادمه. توفيق لنادي الزمالك ولكل العابه ولقناته ان شاء الله. بشكرك، وطبعا لازم نشيد بالجانب السعودي وما يقدمه من مستويات فنية ومستويات على النواحي الإنشائية في كرة القدم، ونروح طبعا لملف استضافة كأس العالم. وشفنا مساندة ودعم من الجانب الإماراتي، وإن شاء الله دايما إحنا هنا في مصر في ظهر أشقائنا في السعودية، فتقول لنا المشهد عامل إزاي. بالفعل يعني السعودية أمس عقب فوز المغرب بشرف تنظيم كأس العالم كتاني فريق أو منتخب عربي بعد فوز قطر ونجاحها الكبير في الفوز بشرف استضافة كأس العالم لأول مرة في المنطقة العربية 2022. أصبحنا على موعد جديد هذه المرة مع تنظيم ثلاثي لنجوم الأطلسي، سواء المنتخب المغربي ودولة المغرب إن شاء الله 2030 في حضرة أسبانيا والبرتغال. السعودية كانت تنوي بالأساس أن تتقدم للترشح لملف 2030 في ملف. أستاذ أدهم أنا آسف أن أنا بس بقاطعك، ولكن إحنا طبعا لضيق الوقت وأن في أذان هنا في مصر، ولكن عايز أسأل حضرتك سريعا، في دول تانية داخلة مع السعودية في هذا الملف؟ يعني هنشوف تنظيم مشترك ما بين السعودية أو أي بلد تانية؟ لا لا، السعودية فقط هي اللي هتدخل الملف، وحيدة ما عرفته حتى الآن أن السعودية حتى الآن هي الوحيدة في الملف، وإن كان من بداية عام القادم أو كأس العالم 2026 سيكون كندا والمكسيك وأمريكا في ملف مشترك، و2030 أيضا ثلاث منتخبات سواء المغرب أو البرتغال أو حتى أسبانيا، فيما سيكون الافتتاح هناك في أورجواي على اعتبار مرور 100 عام على إنشاء كأس العالم 1930 هناك في الأورجواي، ومن ثم 2030 مرة أخرى بمناسبة مرور 100 عام على البطولة. أستاذ أدهم الشرقاوي الناقد الرياضي، أنا بشكر حضرتك شكرا جزيلا على كل هذه المعلومات.